هل تم التعامل مع دلتا ودلتا بلس والمتحورات الجديدة من الدول بشكل صحيح، ولا الانفتاح اللي حصل في بعض الدول منها طبعا الدول الأوروبية أدى إلى منع محاصرته؟ أنا حسب رأيي في المدة الأخيرة، وإحنا من أشهر وخصوصا مع تلفزيون إكسترا نيوز نطالب إنه لازم نعمل بحوث أكثر في المختبرات عشان كشف السلالات، وليس نستطيع مقاومة كورونا فيروس في البيانات الصحفية اللي بتنشرها منظمة الصحة العالمية بعد ما يصير الإشي، مش قبل ما يصير الإشي. منظمة الصحة العالمية وظيفتها الوقاية وتنبهة الشعوب ومنظمة والدول إنه خذوا في عين الاعتبار اليوم إحنا دخلنا في الموجة الرابعة وموجة السلالات، لازم تعملوا بحوث أكثر في المختبرات، زي البيان اللي عملته أول امبارح، بس هذا البيان كان لازم تعمله قبل 3 أشهر وليس اليوم. ليش؟ لأنه كل الدول في العالم تتعلق كثير في المعلومات اللي بتعطيها منظمة الصحة العالمية. وفي هذا المجال منظمة الصحة العالمية عملت خطأ كبير، كثير من الدول الأوروبية لا يتعاونون بين بعض، الدول الغنية أنانية عندهم كثيرة ولا يدعمون الدول الفقيرة. فشل برنامج كوفاكس، فشل ليش؟ لأنه كمية اللقاحات لم توصل إلى الدول العربية والفقيرة والأفريقية، وفي نفس الوقت فيش بحوث كثيرة في المختبرات وفي المستشفيات عشان اكتشاف السلالات. اليوم نتكلم مع آخر اكتشافات عن أزيد من 30 سلالة، نتكلم عن 13 سلالة، أسرع سلالة دلتا ودلتا بلاس، وللأسف أخطر سلالة وهي سلالة لامبدا لمقاومة اللقاحات، وبدت تنتشر بكثير ووصلت إلى الشرق الأوسط. يعني هذه السلالة بتقاوم اللقاحات؟ نعم. ليش؟ لأنه في عندها طفرات داخلية. احنا لازم نوضح لجميع الأصدقاء اللي متابعينا إنه السلالة هي داخلها عديد المدة الأخيرة تتشابه، وكثير من هاي الطفرات هي موجودة في سلالات ثانية، عشان هيك سلالة لامبدا فيها طفرات اللي وموجودة. فين هذه السلالة لامبدا دي موجودة فين؟ في جنوب أمريكا، وبدت في البيرو، واليوم موجودة في 30 دولة، ومنظمة الصحة العالمية أخيرا حذرت الدول إنه أخطر سلالة بالنسبة لمقاومة أعراضها إيه؟ اللقاحات. أعراضها إنه في ينتشر أو يبدأ بظهور الأعراض الكوفيد بسرعة. إحنا قبل السنة اللي فاتت وقبل بعض الأشهر كنا نتكلم عن الأعراض بعد 10 أيام. نعم. اليوم مع دلتا ولامبدا نتكلم بظهور الأعراض بعد 2 أو 3 أيام. ليش؟ لأنه الفيروس في دلتا سريع الانتشار ويصفق جهاز المناعة عشان إنه يقاومه، وفي نفس الوقت دلتا لامبدا تقاوم اللقاح ويظهر الأعراض قبل في خلال 2 أو 3 أيام. واليوم الأعراض تتركز كثير في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والكبد والبنكرياس والعضلات والمفاصل، وعندنا أعراض كثيرة جديدة التي تختلف عن الأعراض التي كنا نعرفها في الموجة الأولى والموجة الثانية. طيب، يبقى كده أعتقد أنه هناك عديد من الدول شغالة على لقاح فعال أمام هذا المتحور الجديد أو الفيروس الجديد لامبادا. نعم، اليوم زي ما لازم إحنا نوصل إلى التعايش مع الفيروس،
نتوصل الى مرحله انه الكورونا فيروس يصبح زي الانفلونزا، كل سنه نعمل تطعيم حسب اخر السلالات عشان نوصل لهي الدرجه. اليوم بحاجه الى مناعه جماعيه ازيد من 70% في العالم، وده يعني الوصول الى مناعه جماعيه بنسبه 70%. كيف من الممكن ان يحدث على ارض الواقع في ظل انه زي ما حضرتك ذكرت هناك بعض الدول الانانيه اللي مش عايزه ان يكون في او لا تريد ان يكون هناك توزيع عادل فيما يتعلق باللقاحات؟ هناك دول افريقيه تعاني ليس لديها لقاحات، وفي دول اخرى لديها حتى وفره وتصنع ولا تعطي للدول الفقيره. كيف سنصل الى هذه المناعه الجماعيه؟ هاي المشكله الكبيره، واشكرك لتوضيحها مره ثانيه، لانه احنا متابعين الوضع في الدول العربيه وفي الجزائر وفي ليبيا وفي دول افريقيا. اليوم وصلنا 2% من سكان افريقيا اللي عملوا تطعيم مع جرعتين، و2.8 اللي عملوا مع جرعه. نتكلم في اوروبا عن 70% اللي عملوا تطعيم بجرعتين، هذا غير مقبول. عشان هيك حسب رايي وزي ما سوت نداء منظمه الصحه العالميه انه الدول الغنيه لازم تفكر وتساعد. اولا في مجال الاقتصاد وماديا للدول الفقيره، تدعم الاطباء اللي بيعملوا في ويشتغلون في شروط صعبه كثيره. ثانيا توفير اللقاحات. ثالثا تعطي سماح، وهي النقطة الحساسة، للدول اللي عندها قدرة لإنتاج اللقاحات مثل مصر، دول عظيمة اللي عندها قدرة، عندنا دول في الخليج بتقدر تنتج هاي اللقاحات وتوفيرها بأكثر في الدول الأفريقية والعربية والنامية. لأنه وإذا بدنا نظلنا نستنى الدول الغنية عشان تودي لقاحات للدول الفقيرة، حسب رأيي المناعة الجماعية لا نوصلها في سنة 2023. نتمنى ده عشان نصل إلى المناعة الجماعية زي ما بينصح طبعا كل الخبراء وكل الأبحاث، علشان نكون في مأمن. يجب إنه العالم كله تقريبا يكون واخد هذه اللقاحات بنسبة 70%. دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بشكرك على مشاركتك معنا.